واش هما الصحراويين واش هما البوليزاريو او البوليزارو. لازم الناس تفرق. النظام يخلط لك دي في دي باش ما تقبضش انت. البوليزارو هما جبهه. البوليزارو باش نسهلها لك هما كيما الافلان مور 62. شنو الافلان القديم؟ الافلان القديم كان جبهه من اجل تحرير الجزائر. جبهه ما كانش تحوس تعمر جيوبها. وحتى مفجرين الثوره الجزائريه ما تنجمش تقارنهم مع الميليشيات تاع البوليزاريو. تنجمش تقارنهم هذه الميليشيات. كل حاجه حطوها في بلاصتها. اما الصحراويين مجموعه من الناس ماشي بزاف محاصرينهم وحاطينهم في مخيمات في تندوف. حاصرينهم ثم حاطينهم في هذو. باش تفهموا لازم تفهموني في هذه النقطه. حاطينهم ويتاجروا باسمهم يبزنس به. حاط حاجه ودايرها للبزنس. البوليزيرو في الجهه الاخرى هي جبهه متكونه من ميليشيات. هذا الميليشيات اغلبهم ولا درت عليهم تحقيق كبير. جبت الدوسي هذاك اللي خرجتها انا هذاك اللي حطيتها على عكيك وقدر اكس وزاد هذيك راهي 0.01%. مازال ما لا. الجبهه تاع البوليزيرو هما ميليشيات تستخدم في هذا الزوال اللي راهم في المخيمات تديرهم كدرع بشري وتديرهم كسلعه تاع مقايضه وتستخدم في الخزينه الجزائريه من اجل ملء بطونها وجيوبها والاهم عندها تامين مستقبل لهم ولولادهم. هذا هو الاهم اصلا في المشروع كاع. هذا في المشروع هذا هذا هو صابوا العصابه اللي عندنا عند هذه الفكره تاع البوليزيرو. مال البوليزيرو مستغلين الوضع ومستغلين الحاله ومستغلين التازم في هذا الاخر. يقول لك هذه هي لوكازيون تاعهم باش يديروا الاموال. تصيب منهم هذا الميليشيات اغلبهم من جنسيات موريتانيه او من عده جنسيات مختلفه. جاء صاب السوق، صاب المرشي يخلص، صاب الحيه اتمد، صاب الناس ترفد بالتغرف بالبلغ. من بينهم واحد مازال ما تكلمتش عليه، هذا راه في بلجيكا. نعطيكم من الشعر بيتا يا عبلة باش تعرفوا باللي على بالي بالصغيره والكبيره في التقارير اللي عندكم انتوما. تقارير عندكم انتوما، واحد من جماعه البوليزيرو اللي راه في بلجيكا دير لكم دي تورنومون تاع 1 مليون دولار في انغولا، وراهي مكتوبه في التقارير تاعكم انه دار دي تورنومون تاع مليون دولار من السفاره وداها وتوقف مده زمنيه ومن بعد رجعتوه ومن بعد راه دار طالق روحه في بلجيكا ومن بعد يخرج الدوسي تاعه بالادله. وهذوك اللي خرجهم بالكلام اللي كتبته واللي حطيته هذا غادي نتبعه لكم بكل ادله في التقارير اللي عندكم انتوما. وهذا كلها اللي يهمني فيها انها خارجه من خزينه الشعب الجزائري، خارجه من الخزينه تاعي. وجي الضروا باش ندافع على حقي وحق الشعب واموال الشعب الجزائري. قلت لكم هذا الجبهه اللي مكونينها وعايل قلت لكم انا البوليزيرو هي جبهه متكونه جايبين جماعه بليتوني بليتوني كومبا عسكر ويخلصوا خير من العسكري الجزائري باش تكونوا في الصوره. جايبين من كل جهه دايرين نسخه. اي جهه وزاره الدفاع الجزائريه عندها نسخه واحده اخرى في البوليزاريو، وزاره الري عندها نسخه من هي، وزاره الداخليه عندها نسخه من هي، ويحسب الوزاره كاع هادشي وعندهم كاع هذوك بيجي يخرج من الخزينه. الاطفال اللي جايبينهم حاطينهم في المخيمات، انت في ميزك راهم جايبين لك الاطفال هذوك الزوولا اللي راهم مدقدقين في المخيمات وفي الخيام، تاك مريض من راسك، هذوك ماهوش لاقيين الماء. الماء اللي يشربوه ماهوش لاقينه في تندوف وفي المخيمات تاع تندوف. الماء اللي يشربوه ماهوش لاقينه يجيبه لك انت يا ثم. هذوك ولاد الناس اللي تخدم عندهم، ولاد الناس اللي راهم مكونين بهم هذوك الميليشيات. كاين الناس اللي ما فهموش كي قعدت انا غير بوليزاري ونفيزي فيهم ونفيزي ونعاود. صح اخويا سفيان بارك الله فيك، نفيزي ونعاود ونفيزي. انا عارف شراني نهضر وني عارف طري بها. عمركم ولا حتى السلع اللي هاد الميليشيات اللي راكم حاطينهم في البوليزارا في البوليزيرو هادو، حتى السلع اللي تبعثوا بها لهؤلاء المخيمات يديتورنيوها ويطرسوا بها الاسواق الموريطانيه. قولوا لهذه المعارضه الخرده ولا معارضه الخرطي تتكلم على هذا الشيء،
تكلموش عليه، لأنهم كلهم عندهم اللي هذا البولي زيرو قضية مقدسة. وكي تكون عندهم قضية مقدسة، يعني حتى وإن كان عندهم طموحات سياسية في المستقبل، وإذا طعن لهم في هذا الشيء أو تكلم في هذا الشيء، فهنا قرية قاع لي كارتون تاوعه، وقرية قاع الكوارت تاوعه، حرق قاع كوارته، يعني ما كاش أمل من بعد باش يبوزيسيوني روحه ويحط روحه في منصب من المناصب، لأنك خلاص خرجت من الملة أو كفرت بالعقيدة. وهذا خطأ لا يغتفر، ولن يكون لك منصب لا اليوم ولا غدو ولا بعد 100 عام. فدائما هذه بالنسبة لهم سي أنتو شابل، أنتو شابل، سواء للموالاة، هذوك الموالاة للنظام ما نتكلموش عليهم، لأن اللي يقول النظام راهو معافي، أو الأهم أن حتى المعارضة ما تنجمش تتكلم على هادشي، حتى المعارضة لا تستطيع مساءلة النظام كم يمد من أموال للبوليزيرو، شحال يعطيهم راه في العام، أو شحال يصرف عليهم في العام. هذا من هذا هذه من حقوق، أو من شي حقوق، من واجبات المعارضة اللي يدعوا، اللي يقولوا علينا حنايا راه عندنا مستوى تاع سنة ابتدائي ولا مطردينهم الجوامع، هما نخبة ودكاترة. هل من واجبكم أن تسألوا كل فلس يخرج من الخزينة وين يروح، ولا مش من واجب تاعكم، ولا في هذه لا، في هذه ما راكمش نخبة، في هذه هنا حبسة القراية، وكيفاش تمر ديك الأموال وكيفاش تخرج وعن أي طريق تسلكه باش تخرج من الخزينة؟ اسكو دايرين بيجي سبيسيال ليهم؟ اسكو راكم تفوتوهم عن طريق وزارة من الوزارات؟ يعني انا خبركم راه يخرج، هما يقفلوا وزارة الدفاع، ينسفوها، ينسفوا البيجي تاع وزارة الدفاع، لحقت راهي لحقه مؤخرا حتى 14 مليار دولار في العام. انت 14 مليار دولار لو كان نجيب لكم، جينا نجيبوها كاع السلاح 14 مليار دولار، نجم دير لاغير مع راشينا محمد. لو كان 14 مليار دولار راك تصرفها كاع العام على السلاح، كون راك تنجم دير الكيره مع الروس نورمال، وتحارب لاشين نورمال، وتحارب لي زيتازوني نورمال. لو كان زيتو صح 14 مليار دولار تصرفوها للعسكر، لو كان راه العسكر كره الجندي يفطر بالكروفات ويتعشى بالكافيار، وما يدرحش قال روز طلع شيه يشعل السيجار وريح في الكاريطه بالسيجار. يهم السيجار في كازينو كذا 14 مليار دولار حبيبي في العام، 14 مليار دولار هي ملايين ملايير سنتيم، ملايين الملايير، ملايين الملايير بالسنتيم. بما ان لا زون ميليتار اللي هي تندوف، بما ان الانظمه تتبدل وتنغسل وتتعاود، والحكومه تتبدل وتنغسل، والقضيه تبقى راسخه اللي هي البوليزيرو، فطبعا الراعي الرسمي لها هي وزاره الدفاع. تفوت الميزانيه تضخم في وزاره الدفاع، وكانك كي تسمع انت هي الميزانيه كبيره، تخرج صدرك تقول انت راه عندنا الاسلحه النووي ب 14 مليار دولار، نو، تخرج من نسبه كبيره تاع دراهم الى البوليزيرو. وين تروح هذيك الدراهم تاع البوليزيرو؟ حاسب تروح للمخيمات، ولا يعاونوا بها اصحاب المخيمات يجيبوا لهم ياكلوا ويشربوا ويدربوا على هذا الحمى اللي راه يفوت عليهم، ولا يجيبوا لهم ها صراحه نبي حاسب يجيبوا لهم مأونة. المأونة اللي تفوت عن طريق الهلال الاحمر الجزائري، سواء تاع بن حبليس ولا تاع هذه ابتسام فاش قلاوي، هذه السلع اللي تشوفوها بالسيميات وانتم فرحانين وديروا في الكابتير وطاحين، هذيك السلع بمجرد ان تدخل الى تندوف تروح عند لي ريسبونسابل المسائل اللي راهم تما. المسائل واش يديروا هذيك السلعه؟ سلعه 99% منها تهرب الى الاسواق الموريطانيه، تروح الموريطانيا ديريكت تنباع في السوق الحل، ومنها من السلع من تباع في تندوف اصلا لجزائريين، واللي عاش في تندوف اللي راه كاين هنا في التعليقات، اللي عاشوا في تندوف وين عشت انا في تندوف، يعرفوا السوق تاع البراد، واللي يعرف السوق تاع البراد يعرف السلع تاع السلعه اللي تدور في السوق تاع البراد، اللي يجي واللي يبيعوا فيها جماعه البوليساريو اون بيرسون داخل في السوق تاع البراد. وبلا ما نحكي لكم على الاسواق الجمله اللي تروح الى المحلات، يعني الصحراويين ما يلحقهمش الريح، ما يلحقهمش الريح، الهواء ما يفوتش.
يخصص وتخصص أموال كبيرة كبيرة، كي نهضر كبيرة نهضر على ملايين الدولارات. هذه اللي تهضر عليها كمية تاع الماكلة، وهذه حاجة تاع المسائل الصغار اللي تم هذه بزنس وبالماكلة وبزنس وبالشراب على ظهرهم. تروح إلى الأموال الكبيرة، الأموال الكبيرة توزع على المستوى الخارجي لأعضاء البوليزيرو طبعا، على المستوى الخارجي، وهنا تنفتح الشكارة على مصراعيها، ينحل الفم تاع السومي تاع الدراهم على مصراعيها. فأتروح إلى السفارات أو الدول اللي معترفة بالبوليزيرو، في هالدول اللي معترفة بالبوليزيرو منها إكوادور منها واحدة من الكمشة، هادو طبعا يكون كي يعترفوا بهم يكون عندهم سفارات في ذيك البلاد، سفارات واحد ما يدخلها، سفارة واحد ما فيها، ما فيها ورقة، ما عندها باسبور، ما عندها كارت، ما عندها ولو برطمة، برطمة سفارة، مهم سفر، هذا هو البيت، مهم سفر. هذه السفارة يديروا بها يجيبوا واحد مجمعتهم موريطاني ولا ما شاف من يجيبوه، يجيبوه يحطوه انت راك سفير، بنهاره يروح يلبس الكستامة وصاي نقي روحه يزبر اللحية الدنيا شوية جال سيبو، راني بن سفير، راني بن سفير، راك بن سفير هيه ولا كيفا. أقل واحد يوم يخلص 12,000 دولار في العام في الشهر، 12,000 وطلع. صديق على الشطارة، الياك شاطر وتعرف تندب غاية وتعرف تتمسكن وتعرف تبلعط هنا وملهيه وتعرف تقول تحية شنقريحة وتحية أشقاء وتحية كذا وتحية كذا، ومنا راك تطلع لك السومة. والياك وندغي الهنكوش باغي نجيبوك نحطوه كادر ذمة، أنت بو 12,000 دولار يعني راك في 240 مليون في الشهر، يلي تحوس على طوموبيل 3 سنين، يلي راك غارق مع السنبول راه يدير 500 مليار في الجزائر. إما لا حبيبنا في شهر هو فرع، والعام يدور والكاس يدور. هذه في جهة السفارات. أتروح إلى الجهة تاع الجمعيات والتجمعات، الندوات اسم محمد، قاعات الندوات، هم يديروا ديفوا دي ندوات في فرنسا في إسبانيا بارتو. القاعة تاع الندوة يا عباد الله يخلصوها العصابة، بدراهمنا. القاعة تاع الندوة تخلصها العصابة بدراهمنا، هذه حقيقة. بصح هما كي تهضر الله هذه الحقائق يقول لك النخجين، تجي تقول لها تدعم في محمود عباس، ومحمود عباس راه الأموال تاع الشعب الجزائري راه يشري بها فنادق، ولاده يشروا بها فنادق في 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 لونجلتير وفي لبنان وفي منشأ في الأمريكان، إسرائيل. أجي تهضر لهم وين الدور، لازم يلقاو لك لاستيوس. علاش؟ لانهم ما يلقاوش باش يجاوبوك، ما يلقاوش الحجه، ما يلقاوش العيس، ما يقدرش يديمونتي، ما يقدرش يكذبك. بما انه ما قدرش يكذبك، بما انه ليس لديه الحجه، بما انه وقع في مأزق، لانك تقول له انا مواطن وهذه اموالي، واحد اخر يخاف باش يهضر، واحد اخر سامح باش يهضر، واحد اخر خايف يدير له تيكي باش يهضر، واحد اخر يلعب على زوج حبال باش يهضر، واحد اخر عندها بروجي بوليتيك من بعد ربما يوصل الى اتفاق مع العصابه، يتلاقوا في خط من الخطوط القدام وما يحبش يحرق روحه من الان، ما يهضرش. بصح اللي ما عنده حتى طموح سياسي والهدف تاعه انه مساءله، اي حكومه في العالم تكون عندها مساءله فيما يخص الخزينه، اي حكومه في العالم. اما لما تحرمنيش من حق المساءله ومن بعد تهرب لي تقول لي المخزن وراني في الحرب وراني في الجيرة وراني، وكل يوم تدير في الحروب وهميه في راسك، كل يوم تحوس توحي للشعب انك داير انك راك في حرب، كيما كان والو تروح تخرج الشيران تقعد تيري في الهواء في الصحاري، كيما كان والو تروح تخرج الاس 300 تبدا تسكن به في العاصمه غير يوسعك وحدك يوسعك، كيما كان والو تروح ليبيا وبعد تروح شريها شريها للتوانسه، روح شريها ليبيا، سب تونس سب المالي سب، مهم فقط باش توحي للنعم اننا ماهوش وقتها باش تهضر، سي با المومون. ويخليك هكا تعيش حياتك دروك راه في عمرك 19 ولا 20 ولا 21 تحس بلي تقول دوك ابري 5 بالك تفرون غادي نهضر، ولا ابري 10 غادي تفرون غادي نهضر. اما لا غادي دير حسابك غادي تعيش حياتك حتى اللي تموت وما يعطوكش لوكازيون باش تهضر، وانت تعيش حياتك حتى اللي تبقى لك نهار وتموت يقول لك سي با المومون، يعاود يجي ولدك يقول له سي با المومون، ماهوش وقتها، ماهوش وقتها. احنا الحاجه اللي خلاتنا مستعمرين بعد الاستعمار الخارجي
مستعمرين من الاستعمار الداخلي هو أننا كلمة مشي وقتها. كل ما يجي وقت يقول لك مشي وقتها، كل ما تبغي تهضر يقول لك مشي وقتها. إما لا نفس الشيء بالنسبة الآن، لو كان تحاول تسائلهم يديروا لك تهمة التخابر. خلينا لو كنت تقول تتكلم على ذكر الحيرات والدنيا وأي ساحة بين هذه كاتل أرتيكل كاتل بنسات بيس يعني المادة تاع الإرهاب، ويدير لك باللي الآخر باللي الإرهاب وما الإرهاب وسيبهم. هذه في الجهة اللي منا. بس عادوا لو كنت سألهم على البوليزيرو يدير لك التخابر مع الدولة الأجنبية. يعني نحكموك ونلعبوا بدرهم كيما نبغوا، ونفوتوا مشاريعنا ولي في رسالنا كيما نلعبوا. هذه هي قاعدة على العصابة. هكذا يخموا، ما لازمش تسأل إلا يخرجوا لك هما يقول لك تاك عامين، أو يخرجوا لك الأبواق تاوحهم يقول لك تاك عامين، أو يخرجوا لك جماعة ماسكت، أو يخرجوا لك من نوم الهيه والآخر من الهيه فقط من أجل ترويج الفكرة. علاش؟ باش تنسى أنت الموضوع، باش تنسى أنت الأهم في القضية. خليه عامين مشي عامين، خلينا من هذه. هالكلام اللي راه يقول فيه سيد أموالنا اللي تصرف على ميليشيات، كوراكم تصرفوها على الصحراويين، معليش كوراكم تصرفوها توكلوهم وتشربوهم، معليش كون بنيتوهم غير حيطان ماكش مخلينهم في الطوب، معليش وكم شدينهم في تيندوف ما درتهمش حتى حيطان تاع سيما، راكم تصرفوا في هذا الملاي، معليش يوم يستفادوا بهم عصابات. عصابات دايرين وزراء في الياطل، وزير في القيطول، ومريح ويدي يضرب فيها 40-50 مليون في الشهر، يخلص كيفاك الوزير الجزائري يا سي محمد؟ الشعب موش لاقي واش ياكل، تجي تهضر يقول لك موش وقتها، ولا انت يا راك عامل يرحم باباك. نساء في البوليزيرو كونوا ثروات راسك يحبس، واحدة حاطينها من الاخرى، حاطينها من هنا الاخرى، حاطينها تندب هنا، واحدة تعيط هايط ليه، واحدة تحاحي ليه، واحدة مش عارفه صار لها، ويدو دراهم سوق مرشي رفدوا نرف التالي ما يلحقش، الفالاي محلولة. أول واحد يسعد في الجزائر بارتفاع البترول هم البوليزيرو، قبلنا ما يسعدوا، لأن احنا لما نسعدوا الشعب على ما يسعدش بارتفاع الغاز ولا البترول، لأنه ما يصح له والو، حتى هو يلحق البرميل يدير مليار دولار كاع. البرميل مشي يلحق 120 ولا 130 ولا يلحق مليار دولار ما يلحقك والو. الوحيد اللي يفرح يفرح من بطوش، ويفرح أعكيك، ويفرح مش عارف أنا الخردة اللي عندهم ثم هذاك بوهبيني والكليكة اللي راهي تما دار في التغرف، ان هذوك يطلع لهم الصالير تاعهم يطلع كلش، ويزيدوا الطلبات تاعهم اكثر فاكثر. 50 عام سي محمد، سي محمد راك تهضر على 50 عام، راك في 47 عام، راك داخل في 50 عام، ماكش تهضر على قضيه عندها ماكش تهضر على قضيه عندها عامين، عندها 5 سنين، عندها 10، راك تهضر على قضيه 50 عام. الاخرين ما يطلقوا، هذوك ما يطلقوا، وغادي تكمل كيما هكا وهي راح كيما هكا، ما تكملش القضيه. والخاسر الوحيد شكون؟ المستفيد شكون الخاسر؟ هنا نتكلموا على المستفيد والخاسر شكون هو. دونك نفهمك المستفيد والخاسر. الخاسر في القضيه الباين بلي هو الشعب الجزائري، لان الاموال تخرج من الخزينه تاعه، يديروا مصير ما يديروش مصير، يديروا 70 اعلام يطلعوا 80 اعلام، ثم الشعب الجزائري ما عنده حتى فايده، لأنها أمواله تنهب وتخرج بطرق ملتوية. الناجح في القضية شكون؟ الصحراويين، مش هما لهم ناجح. أنا صحراويين لحد الساعة أنا قارنتي لك باللي الماء ما عندهمش، اللي راهم في المخيمات اللي راهم يسوفريو الماء ما عندهش، الماء ما عندهش. غدوة قاعلوا كان يقروا مصيرهم ويزيدوهم يعطوهم طنجة ويعطوهم أكادير ويعطوهم منش عارف أنا، يعطوهم تيطوان وورس الزيت ويزيدوهم قاع يمدوها لهم قاع، وما يقبلوش، ما يقبلوش البوليزيرو. لا ما يقبلش، لانه الان راه لقيها خابزه، ما يرفد ما يحط يدي في الدراهم. خطوه يقول لها هيا هاكم قررتوا مصيركم، هيا باش تاكل وش تشرب، تقعد العصابه غير تصرف عليهم. ما يقبلوش الاثنين، ما يقبلوش، لا سواء في جهه العصابه ما تقبلش لانها دائما عايشه هي بالنزاعات، وبقاؤها مرهون بالنزاعات وبالحروب الوهميه والافتراضية. البوليزيرو ما يقبلوش. علاش ما يقبلوش؟ لأنهم الآن راهم لقينها خابزة، ما يرفد ما يحط ما عنده والو، ما كان تاع حاجات ما اللي دخل له باش يخلص 30 مليون في الشهر وزير، ما كاش
حاجه للدخل لهذا المال. هو راه عجبته كي ما يقول لك تقعد كيما هكا الى يوم الدين، يقول لك ان شاء الله تقعد كيما هكذا الى يوم الدين، والشقاره تنسف ويقول لك ان شاء الله البترول تاع الجزائر وتغير يطلع في السومه باش يستفادوا منها هما. الاخرين في الطرف الاخر يقول لك بلي هم يصارعوا من اجل الوحده الترابيه تاعها، كل واحد وش راه يهضر، واحد من هي يقول لك الاخر، وهذاك يقول لك بلي تقرير مصير، والاخرين من يقول لك دعم البولي زيرو، والشعب الجزائري ادراه ما تخرج بقوش هضروات من ومن من ومن هكا باش تفهم يا ابو نادم ان القضيه انها قضيه بزنس، ما هيش قضيه لا تقرير مصير ولا شكوبي، قضيه بزنس. ولا بروف اني خرجت لكم الممتلكات وجزء بسيط من الممتلكات اللي مسمينهم قاده بالبوليزيرو. لازم تفرقوا بين زواوله الصحراويين، ولازم تفرقوا ما بين جبهه البوليزيرو اللي تتمثل تقوم عليها مثال اللي هي الافلان تاع 62 وروح جاي. واش الافلان تاع قبل باش ما يخلطوش، افلان تاع اللي استولى على الجزائر، الافلان اللي رجع الافلان من 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 جبهه، من جبهه تاع تحرير، حولها الى جبهه، احولها الى حزب تاع بزنس وحزب تاع دراهم، هي نفس الشيء الى راجع باش ما يدوخكش يخلط لك مني الصحراوي في البوليزاريو وفي دخلك من يخرجك من هي يتلفوا لك لي بيست، ومن بعد تولي دير اتولي تقول قرر المصير، قرر المصير ما يقرش المصير، داك شغله اخويا، يقرر المصير ما يقرش المصير، هذاك شغله ماهوش بروبليم تاعنا، ماهوش المشكل تاعنا، بصح هما امبوزاوه علينا باللي مشكل تاعنا، ردوه لنا باللي مشكل تاعنا، وحنا مازال ما قررناش. حنا اليوم خرجونا يكرمونا في دي كريمينال عيني عيني قدام الكاميرات، خرجوا يكرموا لك في دي جرو كريمينال قدامك في الكاميرات، خرج لك توفيق ونزار وفلان وفلان قدامك، حب ولا كره ولا عمل ولا عمل. البارح كانوا يقولوا عليهم عصابه، البارح كانوا يقولوا عليهم قتله، البارح كانوا يقولوا عليهم مجرمين، البارح كانوا يقولوا على النزار تهرب الاموال والدنيا، البارح كانوا يقولوا على توفيق المؤامره على سلطه الجيش، المؤامره على قياده الجيش، التخابر مع 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 جهات اجنبيه وكذا وكذا. واليوم قال لك كرموه لك بصفته شخصية وطنية. إمالا انت روح وصدق، أرواح وصدق واش كانوا يحكونا على في وقت الثورة. انت ضروك راهم يكذب عليك في الأنكولار والأجدي والكاتكا، يكذب عليك نورمال وتتشوف وتعرف الحقيقة. إما لا إيماجيني واش كانوا يحكي لك على بكري وعلى الجهاد تاعهم وعلاش واش كانوا يجاهدوا وش داروا وش ما داروش وشحال من مجاهد عندهم، روح يحكي لك، روح أمنه، أمن كاع واش كان يحكي لك، وبكي معاه وبكي بالخناين ويدير لك الموسيقى الحزينة. إما لا أنت اليوم البارح قالوا لك هذا خائن وفيه وفيه وفيه، وغدوا واش يقولوا لك بلي هذا مجاهد ودزوا معهم راح يكرموه ولحقوا له الكادوات حتى للدار، الكادوات يلحقوا حتى للدار. أمنهم وثيق فيهم وقول لهم راني معاكم وزيش كوبو. وهاد الناس اللي راهم يهضروا ضدكم اللي راهم معارضين في الخارج، هذو خوان وعيرهاب، هذو عيرهاب خوان، هو لا أمير عايش معاكم وتعرفوه ويعرفكم. إما لا من ضروكم يقول لكم العيرهابي ساعه انت تعرفه وتتبعه، غدوه جينيراسيون تاع 40 عام 50 عام يجي يتفرج الفيديو ولا يجبدوا عليك في الاستوار، يقول لك بلي هذا كان عيل هابي ذاك الوقت. الناس ايماجينوني بلي كنت رافد رافد الكلاش ونجري به في الغيب. هذه حقيقه، لانهم يستخدمون الاعلام